أنا لؤي محمود من العراق من محافظة صلاح الدين. كنت أعاني من تليف الرئتين والانسداد الرئوي المزمن. راجعت الأطباء اللي بالعراق كلهم ما خليت ولا واحد انشدني ولا واحد انطاني علاج ولا يعني أي طبيب اللي أروح له أطلع من عنده مأيس. من طريق الفيسبوك تعرفت على مستشفى أرسوي الدكتور زيا، تواصلت مع المترجمين، اجيت لتركيا بعد الفحوصات والتقارير تبين عندي انسداد رئوي وتليف بالرئتين. عمل الدكتور زي عملية البالون، عالج لي الانسداد الرئوي واستئصال تليف الرئتين وزرعوا لي حويصلات هوائية، وأنا الحمد لله الآن بصحة جيدة. قبل ما كنت أقدر أبذل أي جهد أتعب، الحمد لله الآن أقدر أمشي مسافة كيلو بدون تعب وبدون إرهاق. أحب أشكر الدكتور زيا وأحب أشكر الكادر اللي مع الدكتور زيا وأحب أشكر المترجمين اللي وصلوني لهم.